ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Are you Elias? This is teacher Abdulaziz Zakaria from E-Alam. And this is inshallah your course plan for this month. In this plan, inshallah, you are gonna finish Surah Al-Mutaffifin and memorize Surah Al-Infitar, inshallah. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسوَّاك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. That's all. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله.